اطلاق سراح المعتقلين السبع القدوري محمد رشيد البغدادي ابغي محمد صالحي محمد القناري حميد العلي سعيد وكل المعتقلين اليوم نحيي عاليا هيئة الدفاع التي دفعت عن المعتقلين السبع من أجل السراح المؤقت بانتظار إبطال كل التهم بانتظار البراءة الكلية والتامة لجميع المعتقلين مستقبلا بانتظار وصول المناضلين السبع نحييهم عاليا ونذكر جميع الإخوة والأخوات الحاضرين معنا أن المناضلين السبع سيصلون بعد قليل أي تقريبا 21 دقيقة أو ربع ساعة جايين في الطريق وغير نذكروا على أساس أن العائلات ديال المعتقلين غادي يدخلوا المقر لداخل باش يستقبلوهم وغادي نحاولوا حنا الساكنة كاملة نحييوهم تحية عالية ونعطيهم واحد 10 أو 4 ساعات ديال الوقت من أجل الشعارات من أجل التواجد إلى جنبهم لأن 12 يوم ديال الاعتقال و 12 يوم ديال الإضراب عن الطعام خص الإخوان غادي يمشيو يرتاحوا في انتظار بطبيعة الحال اجتماع لجنة ديال المتابعة اللي فيها مجموعة ديال الإيهات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية ومجموعة من المواطنين على أساس أننا نفكروا في شكل نضالي مشترك ونشي تجمع آخر من أجل الحفل والاستقبال يكون أكبر بكثير من هذا. الأعداء ديال الديمقراطية وأعطينا فيها الدرس لبعض القوى ديال الأمن على المستوى السلطات المحلية والإقليمية والوطنية وحتى الدولية كما تبعتوا عبر المواقع الدولية كالجزيرة وفرنس 24 وغيرهما. اهلا واش قلت لك واحد عمي شوفوا معاه كل الشباب اولاد الزغريدي كل صور اولادك كل صور اولادك زغريدي أم الثوار ابنك بين الأحرار.
طلع طلع. أغينا هنا وقاف 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 أنجلو أنجلو دلالهم يا لزم أصابي وقاف أجي سمسلات سمسلات أجي زم 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 أرجع له سمسلات سمسلات الله يرحمه.